مقلب جديد يا عيال. بدق على ورع يا ولد، ابلشني بلشه ما ادري ايش ابي، لكن بطقطق عليه بخليه يتوب عشان مره ثانيه ما يدق علي. الو 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 الو، داقين علي؟ داكن علي انت؟ مين تبغى؟ واحدة اسمها نورة. تعرف منو؟ تراك يعني كذا مرة تديق علي وانا يعني اعطيك مشغول، هاي بالحركات هذه. بابا كم عمرك انت؟ لا بس انا غلطان، عمري 14 ونص. 14 ناس ما شاء الله، 14 ونص، باقي شهرين وخمسة عشر. ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله. بس بابا عاد شلون؟ وشو؟ وش تقول أنت؟ ما أقول شيء والله، بس أنت كم عمرك أنت؟ عيب بابا، عيب السوالف هذه. لا عيب، عمري 20. طيب أنا بسأل، عمري 20. 20؟ إيه؟ العمر كله. مرة ثانية لا تدق علي أرجوك، يعني زين؟ طيب دي أصبري. ها؟ أنت وين ساكنة؟ وين ساكنة؟ شلون؟ وين ساكنة أنت؟ أي بالسوالف هذه، ساكنة بالحفر. بالقصيم 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 بالقصيم. من وين ساكنة أنت؟ من وين بالحفر؟ أنا من القصيم، من القصيم، من القصيم، من الط القصيم. مش فيها القصيم، عنيزة. إيه؟ من عنيزة. إيه. أنا دا أحب، أحسن عندي ديرة عنيزة. حبيت عشان هنا يعني عيب، ترى عيب. أنا أحبها من زمان. أرجوك. ليش عندك أنت؟ هلو. هانت من هو انت؟ ها؟ هانت من هو؟ ما هاي تقول هاي قبل ذي كم يغير غير برساعة. وش عندك تكلم ابنائي؟ والله وش، والله هي دقيها ما دقيت. هو يقطع وخص والله العظيم. هانت من هو انت؟ شو اسمك؟ انا هي دق علي، انا ما اعرفها اصلا، هي دق علي بغلط. عندك فلوس؟ اقسم طلع. انت من ولدها انت؟ يا ولد ما تخانم، انت بيدير انت والله لغزيك، حرام بالله ما فكك والله. هي دق علي، انا ما يدخل والله، انا بحضر. بس هي دق، هي بعليه وانا بحضر. هي دق علي، انا ما سويت شيء والله. انت من حفر الباطن؟ اي والله، ما دقي، ما تعرفني اصلا، ما اعرفها. بس والله العظيم ما فكك يا حفر الباطن يا ملعون الركب. صبر بدق على واحد. والله حرام بالله ما فكك يا من. والله يدق علي، والله انا ما سويت شيء. ها؟ الو، صبر. الو انت الشرطي يا ولد عمي؟ لا تكفى بالله، تكفى والله العظيم بالله. انت في واحد يكلم بناتي وابتزاز، هذا يسمونه، وهذا عمر يخليه يستنى مؤبد. بيته، اي بيته يسوي كم بالحفر يقول؟ والله ما يدخل. خلاص، هو سيارتك انت، وسيارتك سيكل. معه سيكل، ما معه سيارة. هي وشلون شكلك؟ وجهك شلون؟ وشلون بشرتك؟ اي خشم طويل بدون كرش، وش اسمه، دبة كبيرة، دلي، ما هو انسان. اسمع، اي الشرطة جاية عند بيتك، خلك عند الباب، بياخذونك. والله العظيم ما خليك كمل. ولد انت ما تفهم. الشرطة قاعد يعبي بنزين، خلك عند الباب، يمديك تصير عند الباب. صبر، وينك؟ صبروا، ها ما يدل بيتكم. انت مو انت بالحي الخلدية؟ شو عرف؟
هيا اقفطك يا ملعون. الحين اي هو بالخالدية يا عمر، ابوه عنده جيب اسود شروكي. والله ما ابيض اصبغه ابيض، هو قبل ما يولد الورع هذا كان اسود. يا ولد اصبر اولادي، هلا يبا الحين اصبر اولادي بكلمك عشان بيعلمك ان الله حق، بس بيبلغ الدوريات الثانيه. خلاص والله غلط. الو 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 يا ويلك من ابوي، يا ويلك من ابوي، يا ويلك من ابوي. ما يمديني ما يمديني افرق، ما يمديني افرق. الرجاء ان لا تدخلني بالسوالف هذه. يا ولد قبل امس يا ولد ذبح اخوي الله يرحمه، قطب زباله ما دفنه. يا ولد صاحي انت، ابوي هذا حصل فيه. والله العظيم ابوي مريض وانت ما بيصير فيه شيء. والله ذاك بالله خلاص، والله العظيم اخوي اندرى بيذبحني. يا ولد والله العظيم انت عندك تكلم اختي. يا ولد اختي كل يوم يكلمها، كل ما دق عليها واحد لحن والدينا. يا ويلك يا ولد والله ما يدخل، هي جاهزه علي انا ما اعرفها اصلا. خلاص تكفى بالله، تكفى يرحم ابوك. كلم ابوك قل له لا يدق، والله ان ابوي مسوي مصيبه ولا اخوي. تكفى خلاص بشرط. وشي في دخان من زمان انت يعني تكلم بنات؟ انا ما كلمتها اصلا، هي دق علي انا بالغلط دقيت عليها انا بالغلط، يعني هي دقت وانا دقيت بالغلط. اها والله ما ادري انا، والله ما ادري. لا ما في يا دخان يا شيش، ايش اسمه ريشه، عندك ريشه هذه انت تعرف ترسم؟ اي اعرف. يا ويلك بيرسم عليك ابوي شخبيط بوجهك. يا ويلك